شارك وزير الإسكان شريف الشربيني ومحافظ الجيزة عادل النجار في ندوة الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء والجديدة والقائمة. وأكد وزير الإسكان اهتمام الدولة المصرية بإعداد استراتيجية وطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام للحفاظ على الموارد وتحقيق جودة الحياة للمواطنين. كما أضاف الشربيني أنه في ظل التحرك والحراك العالمي لحماية الأرض من تأثير التغيرات المناخية على مختلف الأصعدة، تعمل الدول على تحقيق التوازن مع البيئة بمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي. فمن المستهدف تجهيز منشآت طبية تعمل على توفير الطاقة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الانبعاثات الكربونية والملوثات وتدوير الموارد.